على الرغم من ان ناخبات الكويت اكثر من ناخبيها الا ان اقبال النساء على الترشح للانتخابات التشريعيه المقبله كان ضئيلا حيث لم تتجاوز نسبه المرشحات اكثر من 3% من مجموع المرشحين الرجال الكويت لا تطبق نظام الكوتا ولكن على الرغم من عدم وجود دعم حكومي للمراه او دعم للدفع بعوده المراه وتمكين المراه يصل تمكين المراه في الكويت حسب احصائيات الامم المتحده الى 6% فقط فرصه للفوز بمقعد في مجلس الامه اغلبيه المرشحين يواعدون الشعب بالمشاركه لتشريع قوانين دستوريه تتوافق مع مصلحه المجتمع الكويتي والكل يتوقع حكومه واقعيه موحده ورغم ضعف المشاركه السياسيه النسائيه ترشحا او حتى كاعضاء في البرلمان الذي غابت عنه النساء في السنوات الاخيره يامل البعض ان تكون للمراه حظوظ اكثر في الوصول الى المجلس المقبل اتمنى ان يكون تواجد نسائي في المجلس القادم ان شاء الله لا المراه المراه مو محرومه ولكن وضعها انها بدت من خلال سنوات قليله كان لابد ما انه شويه يصير في كفاح انه لابد ما يكون في صبر حتى تحصل على الفرصه الاكبر ولا تبدو قضايا المرأة الاجتماعية والسياسية من بين القضايا الرئيسية التي طرحها مرشحون أو مرشحات في برامجهم الانتخابية في المقابل فإن بعض المراقبين يرون أنه في ظل وجود إشكاليات سياسية حول قضايا مختلفة بين السلطتين اختار كثير من النساء الابتعاد عن تجاذبات العمل السياسي يستبعد عدد من المراقبين أو حتى المرشحين السياسيين للمجلس المقبل توفر حظوظ كبيرة للتمثيل النسائي في البرلمان وسط تدني عدد المترشحات وعودة عدد من الرموز السياسية إلى التنافس الانتخابي عماد مرزوقي الحرة الكويت